متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية كما عودناكم في كل يوم سبت لنطلع به عن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل. فبعدما تأثرت المملكة خلال يوم أمس الجمعة والخميس وأيضا نهار هذا اليوم بمنخفض جوي جلب كميات وفيرة من الأمطار، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون هناك المزيد من المنخفضات خلال الأيام القادمة. لكن نستعرض ملخص الأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع، إذ يتوقع اعتبارا من نهار يوم غدا أن يستقر الطقس، وحتى نهار يوم الاثنين هناك استقرار عام على الأجواء إثر تأثر المملكة بمرتفع جوي. يتوقع أن تعود مرة أخرى على الأحوال الجوية المضطربة والمنخفضات اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأيضا هناك أمر هام جدا بأن نتوقع أن يكون هناك أجواء باردة للغاية من عمق الشتاء نهاية هذا الأسبوع. يتوقع أن تكون درجات حرارة متدنية للغاية عن معدلاتها، وكأننا سنكون في أشهر كوانين بسبب البرودة المتوقعة في الأجواء. نبدأ معكم بالأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة ونهار يوم غد الأحد. هذه الليلة تبقى فرصة مهيئة لبعض الأمطار المحلية، ولكن أيضا لا يستبعد تشكل الضباب في أجزاء واسعة من المملكة خلال ساعات هذه الليلة. أما نهار يوم الأحد فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تصل في العاصمة عمان إلى حدود 17 درجة مئوية، مع أجواء يعني غالبا غائمة بوجه عام، أيضا أجواء غالبا غائمة في المنطقة الشمالية، درجة حرارة تقريبا حوالي 21 درجة مئوية في إربد، 16 درجة مئوية في منطقة جبال الشراء، 21 في إمعان، وتصل إلى 23 درجة مئوية في خليج العقبة. تظهر كميات كبيرة من السحب المنخفضة خلال ساعات نهار يوم الأحد، وتبقى الفرصة مهيئة لكن بشكل ضعيف لبعض الزخات المحلية من الأمطار. فيما إذا انتقلنا إلى نهار يوم الاثنين، يستقر الطقس أكثر ولكن مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، فمثلا في العاصمة عمان 18 درجة مئوية، 26 درجة مئوية في مدينة العقبة، وبالتالي أجواء تكون دافئة وربيعية في تلك المناطق. في إربد حوالي 23 درجة مئوية، في إرويشد 23 مع رياح نشطة، و23 أيضا في مدينة إمعان، في حين تكون أيضا في جبال الشراء حوالي 18 درجة مئوية نهار يوم الاثنين. تعود المنخفضات من جديد اعتبارا من نهار يوم الثلاثاء، خاصة في ساعات العصر والمساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، تعود في العاصمة عمان إلى 14 درجة مئوية، 15 في إربد. تتهيأ فرص الأمطار من جديد في المنطقتين الشمالية والوسطى، تكون هناك رياح نشطة وأتربة مثارة في منطقة رويشد مع 18 درجة مئوية، في جنوب المملكة هناك رياح نشطة 16 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا في جبال الشراء تقريبا حوالي 11 درجة مئوية، و23 في العقبة مع أجواء غالبا مشمسة. وكما ذكرنا تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار في ساعات العصر والمساء وليلة الثلاثاء على الأربعاء في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. أما يوم الأربعاء فيتوقع أن يزداد تأثير حدة منخفض جوي على المملكة، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أجواء شتوية باردة للغاية مقارنة بما هو المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. درجة حرارة في العاصمة عمان فقط 9 درجات مئوية، أجواء ماطرة خلال ساعات النهار على فترات، كذلك الأمر في المناطق الشمالية في مدينة إربد حوالي 12 درجة مئوية. تمتد بعض الزخات المطرية بالرغم من وجود الرياح نشطة إلى جبال الشراء، وسط أجواء شديدة البرودة 6 درجات مئوية، 12 درجة مئوية في المناطق الجنوبية من المملكة مع رياح نشطة، وأجواء عاصفة مغبرة في المنطقة الشرقية مع 16 درجة مئوية، في حين تكون درجة الحرارة في مدينة العقبة 18 درجة مئوية مع أجواء غالبا مشمسة. وتشير آخر القراءات الجوية الواردة لدينا إلى استمرار تأثر هناك بمنخفض جوي، بهذا المنخفض الجوي نهار يوم الخميس، مع تدني أكثر في درجات الحرارة وأجواء ماطرة في مناطق واسعة من شمال ووسط المملكة وبعض المرتفعات الجنوبية. فمثلا كما تلاحظون في جبال الشراء حوالي 5 درجات مئوية، 8 العظمى في العاصمة عمان، 11 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 13 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، وتبقى الأجواء عاصفة مع رياح نشطة، 12 في مدينة إمعان مع رياح نشطة، وفي العقبة تصبح الأجواء غائمة جزئيا مع 18 درجة مئوية. المفارقة أن الاعتدال الربيعي من الناحية الفلكية سيبدأ مع نهاية هذا الأسبوع يعني يوم الجمعة المقبلة، ولكن ذلك سيترافق مع انخفاض حاد على درجات الحرارة وأجواء أقرب منها للشتوية منها إلى الربعية. فكما تلاحظون يوم الجمعة تنخفض درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان، تسجل 7 درجات مئوية، إثر تأثر المنطقة بمنخفض جوي قوي وبارد، أجواء ماطرة في أجزاء واسعة من المملكة، ربما تصل هذه الأمطار إلى المناطق الجنوبية، أجواء شديدة البرودة في جبال الشراء مع عظمى 4 درجات، في إربد 10 درجات، في أرويش
12 درجة مئوية مع استمرار الأجواء العاصفة والمغبرة، وتبقى تكون 11 درجة مئوية في مدينة معان. هذا كان كل ما نعلمه طبعا بما شأن الأحوال الجوية متوقعة هذا الأسبوع. أدعوكم دائما إلى تحميل تطبيق تقس العرب أو مشاهدة نشراتنا الجوية أولا بأول، أو من متابعة منصاتنا على التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر مستجدات الأحوال الجوية. أيضا أدعوكم إلى الانتباه بأن توقعات الطقس في هذه الفترة تكون قابلة للتغيير بشكل كبير، لذا أدعوكم إلى مشاهدة ومتابعة النشرات الجوية الدورية على في التي نبثها عبر منصات تقس العرب المختلفة. دائما ألقاكم عبر النشرات الجوية الأسبوعية. لا تنسوا بتفعيل زر الاشتراك عبر قناتنا على اليوتيوب، وأتمنى لكم أسبوع جميل وموفق إنما كنتم. إلى اللقاء.